ستيج وذ ستراكني احنا نقول زيرو، بس بالرياضيات ما يقبل على كلمه زيرو، يقول هاي 180، بس احنا عندنا نسميها زيرو، زيرو ديجري كومبليتلي اكستندد ذن فور بار جاستر ذن وان اوف ذا هاند وي بوت ات اون ذا لاترال اسبيكت جاست ابوف ذا ني جوينت اند ذا اذر اون ذا انكل اون ذا ميديال اسبيكت اند ذن وي ويل دو ا فالجاس فور ذا ليج ان ريزيستنت وذ ذا اذر هاند، يعني هاي عكس الاتجاه نسوي فالجاس ان ستراك ليج يعني zero degree. If it is positive, it means there is شنو؟ And anterior cruciate ligament. Both of them. تام توها. ها. بالستريد zero degree. إذا positive فتح عدي معناه there is an injury of medial collateral ligament and anterior cruciate ligament. Okay. If it is negative, it does not mean there is no ligamentous injury. لأنه ممكن واحد مضروب والثاني يشتغل سد على الأول. تعمت الحكاية لأن هذا المكان يشتغلون عليه اثنين. أعيد لو لا؟ ها؟ أعيد؟ نعم. ستريتلين. Will do valgus test. If it is positive, it means both of them injured. إذا يمتحنك أستاذ ذو خبرة قليلة أو أبو الصحة بدي له ميديا الكولاترال ليجمنت ما يعرف. معظم أساتذتنا حتى اللي على التعليم ما يعرف هاي الشغلة. صار معلوم؟ بس أكثرها تعرف، بس الصحة لا بدها، بس الميديا وهذا غلط. ومعظم الكيسات جاي تجيني هناك مسوي له تيست وطالع الانتيرو كروشيت وهو قايل له كل شيء ما بيك. اوكي؟ فاذا التيست if it is positive it means both of them. If it is negative it does not mean there is no ligamentous injury. اذا شو نسوي؟ نطلع واحد عن الشغل ونفحص الثاني. مو هيك شيء؟ فمن نحط 15 to 20 degree flexion زين ونسوي التيست. If it is negative, it does mean there is no ligamentous injury on the medial compartment. But if it is positive with such mild deflection, it means there is medial collateral ligament injury. لأن بالفلكشن طلعت عمل الانتيرير كروشيت، وخرت عن العمل، طلعت عن الساحة. وقبل عمل منه بس الميديال كولاترال. Okay. نسوي هالدور الفيروس تيست بالعكس نقلب ديانا ونستريت ونسوي فيروس للليك. If it is positive it means there is lateral collateral ligament injury biceps tendon fascia lata. وإذا تذكر البوبليتياس أم بعد يكون أحسن. لاترال كولاترال وحده ما يسوي شيء هنا باللاترال. صار معلوم؟ خوش. زين with posterior cruciate ligament. حتى نعرف بس دول الكومبارتمنت هم اذا طالع نيجاتيف does not mean these or posterior. فنسوي هم فلكشن ونسوي if it is positive it means lateral collateral ligament وزن المساعدات ملاحظ. Now the third test, what's called anterior drawer test. We will put the knee and hip in 90 degree flexion and the foot is equivocal. شوفوا عدلة. And the examiner sit on the foot. Then, the examiner put both them on the tibial plateau, both tibial plateau, and the other finger at the upper part, just below the popliteal fossa. وهو قاعد هنا ويسحب forward. If it is negative, it does not mean there is no ligamentous injury. ممكن واحد من عندهم. But if it is positive, it means there is medial collateral ligament and anterior cruciate. إذا اشتغل ويا الكروشيت ساعده بالانتيرير stability or forward stability. زين إذا طلع negative أرد أعرف هالدور. فعلا انه اكو واحد لو فعلا هو نيجاتيف
نسوي هالدور التيست ان اكسترنال روتيشن. وانس وي بوت ذا فود ان اكسترنال روتيشن خلينا الميديال كولاترال بالعمل وطلعنا الانتيرير كروشيت وهم اقعد واسحب. If there is rotation, anterior rotation or forward rotation of medial tibial plateau, it means there is medial collateral ligament injury. مرت الثانية نعيده. ونسوي an internal rotation هالدور طلعنا الميديال collateral وخلينا anterior. ونسوي نفس الشيء forward. If it is positive, it means there is anterior cruciate ligament injury. بالنسبة للبوستيريور الديتيل مالته بوست جراديويت راح اعطيكم بس بالاكوفوكال هو المطلوب من عندكم وبعدين ممكن ما فورورد باكورد ات از بوزيتيف ات مينز ذير از بوستيريور كروشيت ليجامنت انجري هذا مقبول منكم كاندر جراديويت بس ابو البوستيريور جراديويت لا يقول لي لازم ليا الاركويت والاوبليك ليجامنت صار معلوم هنا ميخا ناو ذا اذر سبيسيفيك تيست فور the anterior cruciate ligament حتى تأكد منه أكثر لأن مهم we will do Lachman test. Lachman test. We will put the leg in 20 degree flexion just in the axilla of the examiner and we will put the one hand below knee at the posterior aspect and the other and then we will do forward movement. هالحركة وهالوضعية راح يشتغل بس الانتيرير كروشيت إذا بي إنجري راح يصير بوزيتيف يقوم يصعد دي فوق. These are the examinations of the anterior cruciate. Other test راح نحجز بالفصل الثاني بناخذ المنسكال here. Now لو فرضنا استريح